إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، يسر الله إتمامه، كتاب السنة لابن أبي عاصم. بلغنا إلى باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء، الباب الذي يتبعه. نعم. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وعن قاسم بن محمد قال: أشهد لسمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود. شرة هي قوة وحماسة واندفاع من القوة، الفترة الهدوء يعني تخاذل. أقول في هذا الباب العظيم: التوحيد توحيدان، توحيد العبادة، وهذا لا بد منه، ولا يقبل العبد عند ربه جل في علاه إلا أن يوحد ربه في عبادته. توحيد العبادة وتوحيد الاتباع، وهما متلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. توحيد العبادة هو الإخلاص لله جل في علاه، وتوحيد الاتباع هو إسراد النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعبد لله جل في علاه وكيفية التقرب إلى الله جل في علاه. ولذلك جمعهما الله جل في علاه في آية واحدة فقال: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، هذا توحيد الاتباع. لا يكون العمل ولا يوصف بأنه صالح إلا إذا اتبع فيه العابد النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا توحيد العبادة. فالتوحيدان يتلازمان لا ينفكان أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن كل عمل إن لم يوافق سنته فهو عند الله جل في علاه غير مقبول، فهو مردود. وهنا المصنف من بديع تصنيفه أنه الآن يبدأ، أو نقول يتم حلقات أو تسلسل ما بدأه، وهو الكلام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبد لا يرتقي إلا بالسنة ولا يقبل عند ربه إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصف الرسول صلى الله عليه وسلم أن لكل عمل قوة واندفاع وحماسة، كما قال الله تعالى آمرا موسى عليه السلام ومن يتبعه أن يتخذوا الكتابة بقوة، وأمرنا بذلك. ولذلك الناس في عبادات الله جل في علاه على صنفين أو على قسمين: قسم يأخذون الكتابة بقوة، يتعبدون لله في النهاية كما يتعبدونه في البداية، وهذه تراها في الأماجد الأكارم الأخيار الأوائل الذين رفعهم الله جل في علاه ورفع ذكرهم، كأبي بكر وعمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كما صح عن نبينا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه رأى أبا بكر وعمر يمشيان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ترى هذين هما سيدا كهول أهل الجنة؟ فقال: ألا أبشرهما؟ فقال: لا. وكلمة لا من النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأنهما سيتكلان على هذه البشارة، لا والله، ولكنهما سيجتهدان اجتهادا شديدا في التقرب إلى الله جل وعلا بعد هذه البشارة. ولذلك كان أبو بكر وعمر وغير عمر رضي الله عنه يقول: ما ازددت اجتهادا إلا بعدما تعلمت القدر. وأيضا عبد الله بن عمرو بن العاص كان كثير الصوم، والقصة مشهورة في الصحيح الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكي له من فعل عبد الله بن عمرو بن العاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صوم 3 أيام من الشهر، ثم تدرج معه صوم 2 وخميس، ثم قال: أفضل الصيام صيام داود،
يوم، أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. فكان كذلك حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما كبر سنه عبد الله بن عمرو بن العاص، لما كبر سنه ابتدأ يضعف، فلما ضعف كان يصوم أحيانا ويفطر أحيانا، فكان يبكي ويقول ليتني أخذت بالرخصة التي رخص لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه يخشى أن يخالف العهد الذي عهده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يجمع أياما يصوم فيها ثم يجمع أياما يفطر فيها. فهذا القسم قسم الأوائل الذين رحلوا، نسأل الله جل وعلا أن نسير على دربهم، ونحن لسنا بأمثالهم بحال من الأحوال، لكن نسأل الله جل وعلا أن نسير على دربهم. القسم الثاني قسم يدخل بقوة، كما قالوا عندنا في مصر مثل يقارب هذا المعنى، الغربال الجديد له شدة، صحيح؟ فكل شيء يتعلم المرء جديدا ترى أنه يدخل فيه بقوة، فهو يمكن أن يتعلم سنة فيتمسك بها ويعض بها على النوارز. أنا أذكر أتكلم عن نفسي، عندما من الله علي بالاطلاع على هذا الحديث الذي صحح، وهو حديث 40 تكبيرة أو 40 صلاة يحضر فيها التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. كنت وإن كنت مسافرا إلى مصر وقد حدث التذاكر القطار أنزل من أجل التكبيرة، ما أضيعها بحال من الأحوال، فمكثت مدة على ذلك. وبعد ذلك رأيت نفسي متخلفا كثيرا، كلما يعني يكون معي الكتاب وأقرأ أنتظر حتى تقام الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة ضاعت مني التكبيرة وضاعت الركعة الأولى. لكن يعني الحمد لله نصحت من بعض الإخوة الأفاضل الأكارم على أن هذه يعني تعتبر ثلمة في حق طالب العلم، أن يكون في كل مرة هو المتأخر، فعدت إلى أدراري أتذكر ما حدث أولا. فالغرض المقصود أنه في أول ما تعلمت هذا الحديث ما تركت التكبيرة بحال من الأحوال، وكنت دائما أسلي نفسي بكلام الأعمش، الأذان كنت أسمعه 40 سنة في المسجد. وأيضا كان سعيد بن مسيب من السلف يقول ما تذكرت بعد 40 سنة أنني صليت خلف ظهر أحد إلا الإمام طبعا، فكان دائما يكون في الصف الأول. فهذا الدينومة عندهم، لكن عندنا نأخذ بقوة وبعدين يحدث الفتور والتراجع. فالقسم الثاني قسم يفعلون ذلك ثم يحدث لهم الفتور. هذا الفتور له أحوال أو نقول له حالان. الحال الأول الفتور على سنة، أن يفطر لكنه لا يضيع صلاة الجماعة، ولا يضيع الصلاة، ولا يضيع السنن، لا، هو يعملها لكن يتقاعس في المصارعة والمسابقة عليها، وأيضا يشغل نفسه ببعض المباح، فهذا يكون قد هدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت فطرته إلى سنتي، يعني غير مخالف لسنة النبي، غير مخالف للشرع العام، غير مخالف لأوامر الله وأوامر الرسول، غير مرتكب لنواهي الله أو نواهي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من فعل ذلك أو هذا القسم أو هذا الحال الذي تكون فطرته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل ببعض المباح، يتقاعس في المصارعة في الطاعات، هذا إلى النجاة أقرب منه إلى الهلكة. وهذه يعني تتضح لنا جليا في حديث أبي بكر وحنظلة، عندما خرج حنظلة باكية فقابل أبا بكر فقال له أبو بكر ما لك يا حنظلة؟ قال والله إن نعد أنفسنا عندما نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن الجنة وعن النار نراها رأي العين كأننا فيها في الجنة أو في النار، ونبكي وتبكي قلوبنا، فإذا رجعنا أدرجنا إلى نسائنا عفصنا النساء والأولاد. فقال أبو بكر إذا نافق أبو بكر أيضا، لو نافق حنظلة نافق أبو بكر. فقابلهم عمر قال إذا نافق عمر، يعني لو كانت الفترة هذه أو الفتور هذا وهذه الهمة العالية نزلت هذا النزول يكون فيه العقاب، فالعقاب لنا جميعا. فذهبوا جميعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا حنظلة ساعة وساعة. فالفترة هنا كانت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحال الأول أنه يهدى إلى فترة فترة، هذه الفترة تكون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها مخالفة للشرع، فالنجاة أقرب من الهلك. الحال الثاني ألا تكون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوضح عجز الحديث أنه قال من كانت فترته إلى غير ذلك، يعني إلى غير سنة ذلك، إشارة إلى ما سبق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من شرع النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، يبقى الهلكة تحوط به. وهذا الحال له قسمان، قسم فيه مخالفة السنن بالمعاصي، لأنه بعدما، وده واقع مشاهد، انظر في رمضان ونحن نستقبل رمضان الآن، في أول يوم من رمضان وأول ليلة من رمضان انظر إلى الأزيز، انظر إلى البكاء، انظر إلى قراءة القرآن، انظر للمحافظة على التكبيرة اليوم الأول ثم ما يليه من اليوم الثاني ثم الثالث، وبعد ذلك ترى التقاعس. أنت تراها واقعا مشاهدا الآن في مجالس العلم، ترى المرء إذا علم أن الشيخ الفلاني سيأتي وسيعطي دروس علم وهذه دورة علمية وفيها وما فيها وفيها تأصيلات وتقعيدات علمية، ترى الأمم تأتي جحافل ثم
يغربلون حتى يبقى نقاوة الناس. هذا صحيح. فأنت تنظر بعض الناس تأتي الفترة والفتور، فمنهم من يكون القسم الأول يصلي، كان يقرأ القرآن يقرأ جزء يقرأ جزءا، يقرأ ربع يقرأ ربعين، يقرأ ثلاث آيات، لا يقرأ القرآن لكنه لا يعصي الله. وأما الحال الثاني فتراه بعد ذلك يشاهد التلفاز، يذهب إلى المقاهي، يجلس، فيكون الفتور هنا إلى غير سنة السلف بمخالفات أمر الله الذي فيه. فهذا فيه نوع هلكة، وهذه الهلكة أقرب ما تكون للنجاة لأنها معصية، والمعصية ديوان من الدواوين الثلاثة التي قالت عنها عائشة، وديوان هو في مشيئة الله، فهو ديوان المعاصي، وما كان في مشيئة الله فرحمته سبقت غضبه، فإن رحمة الله للعلى تسابق وتسارع إلى عباد الله للفعل. فإن كانت الفترة إلى غير سنة النبي بمخالفة أمر الله أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهي للمغفرة أو التوبة والأوبة أقرب. أما الهلكة التي تحيط بالإنسان ولا نجاة بعده، ألا وهي استبدال العبادة بعبادة أخرى، وهو الابتداع والإحداث في دين الله، وبذلك ينتظم التصنيف وبديع التسلسل، بأنه أتى بذلك ليشير إليك ما سبق على أن من أحدث في دين الله من شيء فالهلكة تحيط من جميع جوانبه. ولذلك قال الإنسان فمن كانت فطرته إلى غير ذلك، يعني إلى غير سنته، ابتدع في دين الله فقد هلك وله الهلكة التامة. فإن من ابتدع في دين الله بينا أن الله للعلى يحجب عنه التوبة في الدنيا ويحجب عنه التوفيق والتسديد في الدنيا، ثم في الآخرة العقاب الأليم. لا شراب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يكون من أول وهلة من أهل الجنان، لابد أن يعذب أولا بهذه البدعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراه معذبا سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فهذا كما قلت سلسلة تنتظم من التصنيف أو بديع التصنيف من المصنف. ثم سمى بحديث عظيم، وهذا حديث أولى ما يكون في الفقه، لكن لا بد أن نأخذ جملا منه نتكلم عنه، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث له روايات أخرى، من هذه الروايات من أحدث في ديننا، وكان أولى بالمصنف أن يأتي بنفس الرواية الثانية لأنه يمر على التسلسل الذي بدأ به، من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو باطل. أولا هذا الحديث أصل أصيل عظيم لهذا الدين، وهو كما قال بعض العلماء هذا نصف الشرع، أو هذا الحديث نصف الدين، أو يحمل تحت طياته نصف الدين. هو ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث النيات ميزان للأعمال الباطنة، فأعمال القلوب يزنها قول سلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من عمل عملا ظاهرا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو باطل. أولا قبل أن نشرع في الكلام على جمل من هذا الحديث، نشرع في شرح الحديث أو في مفهوم الحديث. الحديث هذا له مفهوم ومنطوق ومفهوم مغلوط، له مفهوم ومنطوق ومفهوم مغلوط. لا بد من أن نفصل هذا الكلام على هذا الحديث الجليل العظيم لأنه نصف الدين، فلا بد أن نعطيها حق. أما منطوق هذا الحديث، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ما معنى كلمة رد؟ يعني باطل، مردود، غير مقبول عند الله جل في علاه. لما؟ الصدر يبين العجز. قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني لا يوافق أمر الله ولا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك رجل صلى في وقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، كأن يصلي نافلة مطلقة بعد صلاة الفجر، صلاة باطلة لا تصح. لما؟ لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذه العبادة في هذا التوقيت. أو رجل توضأ تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، لكن توضأ بماء النبي، الطهارة باطلة. لما باطلة هذه الطهارة؟ لأنها وقعت على غير أمر الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون الماء طهورا. أريد الدليل. طالب العلم لا يمشي من غير سلاح، هذا الذي يعرفه. شوف بعد كل هذا الكلام عديد عندك لا يا رجل أبعدت النجعة، فين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ جزاك الله خيرا، فين وجه الدلالة؟ توافقونه على هذا الاستدلال؟ توافقون؟ وين وجه الدلالة على هذا الحديث؟ ماشي يا دكتور. قال أنا توضأ من ماء البحر، فقال طيب إيش فيها؟ وين وجه الدلالة؟ أنا أريد وجه الدلالة، هذا وجه الشاهد. لا، لو نظرت الوجه الشاهد ستأتي بوجه الدلالة، وسهل عليك. قال له هو الطهور ماءه، يعني كأن الرجل يقول يا رسول الله أنا توضأ بماء البحر، قال نعم توضأ فوضوءك صحيح لأن الماء طهور، فمفهوم المخالفة إن كان الماء غير طهور فوضوءك لا يكون
صحيحا، مفهوم ولا لا؟ هذا واجب ثلاثة. يبقى إذن من توضع بماء النجس فقد عمل عملا ليس عليه، أو تعبد بعبادة ليست عليها أمرنا، فهي باطلة مردودة. يبقى هذا هو منطوق الحديث، سأتي تفصيل هذه بضرب الأمثلة. مفهوم الحديث، يبقى إذن له منطوق وله مفهوم. مفهوم الحديث قال الإنسان من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مفهومه من عمل عملا عليه أمرنا فهو مقبول، يعني غير مردود فهو مقبول. إذن لو عمل عملا يوافق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله مقبول عند الله جل في علاه، طبعا بعد شرط، بعد الشرط الأول وهو اللي هو التوحيد الأول، وهو توحيد العبادة، وهو الإخلاص لله جل في علاه. مثال ذلك أن يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس، يوم الخميس، فإن سلم قد صام يوم الاثنين ويوم الخميس فعلا وحث على صيامهما قولا، عندما سألوه لما تصوم يوم الاثنين فقال السلام ذاك يوم وبعثت فيه فأنا أصوم، وفي رواية أخرى قال على صوم يوم الاثنين ويوم الخميس يرفع فيهما الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أو كان يصلي صلاة الضحى التي كان يصليها النبي، أو يصلي رغيبة الفجر التي قال فيها السلام خير من الدنيا أو خير مما طلعت عليه الشمس، فهذا أمر أو أتعبد عبادة عليها أمر رسول الله قولا وفعلا، فهي مقبولة غير مردودة. ده مفهوم الحديث. يبقى لنا الشيء الثالث وهو مفهوم المغلوط. لا، مفهوم المغلوط، مفهوم لهذا الحديث مغلوط. هذا الفهم المغلوط يأتي في الرواية الثانية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. انتبهوا، من أحدث في ديننا هذا ما ليس، ما ليس من إيش؟ من الدين، فهو رد باطل. فجاء بعض الذين يعمقون النظر، وهذا تعميق غير مرغوب فيه وغير مرضي، فقالوا من أحدث في ديننا هذا ما هو منه مفهوم المخالفة فهو إيش؟ مقبول غير مردود. انتبهتم؟ نظر للحديث هذا الناظر فقال، قال من سلم من أحدث في ديننا، من أحدث، انظروا، من أحدث في ديننا ما ليس منه، شيء مش من الدين، أصله مش من الدين، فهو رد غير مقبول. قال إذن أقول بالمفهوم، من أحدث في ديننا ما هو منه، فهمتم؟ بمعنى الصوم من الدين ولا مش من الدين؟ فصام يوم الجمعة مثلا واعتاد هذا الصيام، فقال وهذا إحداث، لأن السلام كان يفعل ذلك، نقول له قد أحدث، فيقول أن السلام ما أبطل كل الإحداث، قال من أحدث في ديننا ما ليس منه والصيام من ديننا، فإذا من أحدث ما هو منه فهو إيش؟ مقبول غير مردود. فقال هذا مفهوم مخالفة ونحن نعمل به، وهذا المفهوم مفهوم مغلوط، ولابد أن نبين خطأه من جميع الوجوه بإذن الله، حتى لا ندع لصاحب بدعة أن يبتدع في دين الله جل في علاه ثم بعد ذلك يطلع علينا ويقول البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة، فالبدعة الحسنة هي التي كان أصلها من الدين، والبدعة السيئة التي لم تكن أصلها من الدين. فنحن نرد عليه بهذا الفهم ونقول هذا فهم مغلوط، وعليك أن تصحح فهمك لهذا الحديث. فنقول أولا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فسرته الرواية الأخرى فأنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهذا نكرة يفيد الإطلاق، كل عمل ليس عليه أمر الرسول يعني لم يتعبد به الرسول فعلا أو قولا آمرا أصحابه أو الأمة بذلك فهو مردود غير مقبول. الأمر الثاني الذي نرده، نرد عليه هذا المفهوم، نقول هذا المفهوم يرجع علينا بالقواعد الكلية والأصول الشرعية بالبطلان. فقال كيف؟ أمفهوم للحديث يرجع على أصول الدين بالبطلان؟ قلنا نعم. قال كيف؟ قلنا قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله اليوم أكملت لكم دينكم، أي إكمال أو أي دين الذي أتى به الإنسان قبل الموت وعندما خطب في الناس وقال اللهم بلغت، قال اللهم بلغت، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، وكان يرفع إصبعه وينكب إصبعه عليه. فاليوم أكملت لكم دينكم يعني الدين لا يحتاج لأي إحداث، فكل شيء تحتاج لأمر دينك فهو في كتاب الله أو في سنة النبي، كما قال الشافعي ما من نازلة تنزل على الناس إلا وحلها في كتاب الله، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. وأبو ذر يقول مات رسول الله وما من طائر يطير ويقلب جناحيه في السماء إلا عندنا منه علم، يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم علم على هذا الطائر. وأيضا لما قال اليهودي لسلمان إن رسول الله علمكم كل شيء، نص في العموم كل شيء، إذا الدين لا يحتاج إلى أي إحداث. فإذا قلت أنك لو أحدث، إذا قلت أن مفهوم الحديث أنك تستطيع أن تحدث في دين الله فقد رجعت على هذا الأصل الأصيل بالبطلان. الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، وأنت تقول الدين لم يكمل، لم يستكمل حتى الآن، أنك تحدث
في الدين ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ترجع على أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنقطان يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما أنزل عليه. ده الوجه الثاني. الوجه الثالث نقول استدلالك على هذا بالمفهوم، وهذا المفهوم خالف المنطوق. فإذا خالف المنطوق المفهوم والمفهوم أضعف، نقدم المنطوق على المفهوم. قال أين المنطوق؟ أنا أوافقك على هذه القاعدة، لأنه لا يستطيع أصولي أن يخالف، لأن المنطوق أقوى في الدلالة من المفهوم، لأن القاعدة الأصولية عند العلماء إذا خالف المنطوق المفهوم قدم المنطوق على المفهوم، ده عند عدم الجمع. فقال ما هو المنطوق؟ قلت المنطوق حديث العرباض بن سارية في مسند أحمد بسند صحيح أنه قال فإنه من يعش بعد ما وعظام المواعظ البليغة، قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها من نواجذ. ثم قال الشاهد سيأتي، قال وإياكم ومحدثات الأمور، يحذر من محدثات الأمور، وهذا اللفظ عام، وإياكم ومحدثات الأمور كلها، كأن اللفظ هذا، قال وإياكم ومحدثات الأمور، لأن الإضافة تدل على إيه؟ الإضافة دائما تعم، فيعم كل المحدثات، وإياكم أحذركم من كل محدثة سواء من الدين أو ما ليست من الدين، وإياكم ومحدثات الأمور. ثم يؤكد تأكيدا تاما فإن كل محدثة بدعة، فقال كل، وكل عند علماء البلاغة نص في الأمور سواء من الدين أو من غير الدين، فكل ما يسمى محدثا فهو بدعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة، وكل بدعة في رواية النسائي بزيادة قال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه دلالة على أن هذا المفهوم خالف المنطوق، ولا يمكن أن يقف أمام المنطوق، فنقدم المنطوق على المفهوم. يبقى لنا الوجه الثالث في رد المفهوم أو الفهم المغلوط لهذا الحديث. الوجه الرابع على ذلك نقول هذا الفهم الذي فهمته فهمه أبو بكر، سيقول ها، سيقول لا فهمه عمر، سيقول رد فهمه علي، لا فهم عثمان، لا فهم البحر، لا من البحر، ابن عباس، فهمه سلمان، فهمه زيد بن ثابت، فهمه علماء الأمة، فهمه الشافعي أو غير الشافعي، يقول لا. نقول هذا الفهم الذي فهمته أنت إما أن تزعم أنك أفهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء العرب الأقحاح، وإما أن تقول لا هم أفهم مني. فإن كانوا أفهم منك فقف عندما وقفوا ولا تتعدى، وإن قلت أنك أفهم منه فأنت منهم فأنت كاذب، ولا نأخذ بقولك. إذن نقول هذا الفهم لم يصل إليه أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة ولا قرون الخيرية، فلك أن تقف عندما وقفوا ولا أن تتعدى على حدودهم، لو كان خيرا لسبقونا إليه. ده المفهوم المغلوط أو الفهم المغلوط لهذا الحديث. يبقى لنا شرح الحديث والجمل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أقول من عمل عملا مطلقا، والأعمال قسمان عبادات ومعاملات. فمن تعبد عبادة ليست على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهي باطلة مردودة، ومن عقد عقدا ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل مفسوخ مردود لا يترتب عليه آثاره الشرعية. هذا مجمل معنى الأعمال التي تنقسم إلى عبادات ومعاملات في ضوء هذا الحديث. نأتي إلى التفصيل. العبادات أيضا تنقسم إلى أقسام، عبادات مخالفة بالكلية لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبادات موافقة بالكلية لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث التفصيل كما يقولون. عبادات أصلها موافق ولها فروع مخالفة، أو أدخل عليها ما فيه المخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن أحد يردد علي ما قسمته الآن بالنسبة للعبادات، وهذا التقسيم سيكون نفس التقسيم عند المعاملات بس بطريقة أخرى. هذا التقسيم يضبط لطالب العلم مسائل العلم كلها. نعم نعم وأدخل عليها ما يخالف الشرع. أحسنت، ده صحيح. يبقى العبادات عبادات توافق الأمر بالكلية، تخالف بالكلية، عبادات أصلها موافق لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها إدخال مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما التي توافق العبادات بالكلية فهي غير مردودة بل هي مقبولة، ومثال ذلك صلاة المرء كصلاة الظهر وصلاة العصر، يصلي كما صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، فأتى بكل الأركان والشروط، استقبل القبلة وتوضأ وتطهر طهارة صحيحة وصلى بركوع وسجود ورفع كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم. فهذه عبادات توافق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لسنا بصدد التفصيل لها لأن هذا بالمفهوم. وعبادات تخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلية هذه باطلة مردودة، مثال ذلك أن يصلي إلى غير القبلة. إذا صلى إلى غير القبلة فهذه عبادة على غير أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهي باطلة بالكلية، لأن الشرط الأساسي الصحيح لتصح الصلاة أن يستقبل القبلة. توافقون؟ توافقون؟
طيب هاتوا الأدلة. نعم ايش فيه مش عارفين الدليل على ان استقبال القبلة شرط اصيل في صحة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت فايش فاستقبل القبلة. والله جل وعلا قال فلنولينك قبلة ترضاها. قال فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. فهذا دلالة على ان استقبال القبلة شرط. او ان يصلي مثلا بدون قراءة الفاتحة. فهذه الصلاة لا تصح على الراجح من اقوال اهل العلم. لا تصح لما؟ لانه اختل ركن من اركان الصلاة وقراءة الفاتحة. فيكون الصلاة وقعت على غير امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلية. او ان يصلي ويتقرب لله جل في علاه بالمنع عنه بالمحرمات كأن يستمع الغناء او الملاهي والمراقص ويتقرب الى الله بهذا الرقص او المطوحة او ما يحدث من بعض الناس فيحسب انه يحسن صنعه فيتقرب الى الله بذلك. او كالكرامية الذين كانوا يتقربون الى الله بايش بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون نحن لا نكذب على رسول الله نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. او كالذين يذبحون للبدوي وينذرون للبدوي قربة لله جل في علاه ويحسبون انهم يحسنون صنعة. فهذه باطلة بالكلية. ليش؟ لانها خالفت بالكلية امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا القسم الاول يوافق رسول الله بالكلية فهي مقبولة غير مردودة. يخالف امر رسول الله بالكلية استقلت شرطا او ركنا او كانت في المنهيات فهذه مردودة بالكلية. يبقى القسم الثالث وبحر الخلاف في القسم الثالث وهو ان يكون اصل العبادة يوافق امر الرسول صلى الله عليه وسلم وادخل عليها شيئا بالزيادة او بالنقصان وادخل عليها ما ليس من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل تكون مقبولة؟ هل تكون مردودة؟ هذا خلاف عريض بين العلماء. بعض العلماء يقول مقبول مطلقا وبعضهم يقول مردود مطلقا وبعض العلماء يفصل والتفصيل هو الراجح الصحيح. لكن الذين قالوا هي مردودة مطلقا قالوا مطلق النهي يقتضي الفساد بقول النبي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. نضرب الامثلة ثم نوضح بالتفصيل. كأن رجلا صلى وهو يصلي سرق ثوبا علم ان شرط صحة الصلاة ستر العورة فسرق ثوبا وستر به عورته وصلى. رجل هو سارق اصالة فاخذ ازارا ورداء سرقة وصلى بهم هل الصلاة صحيحة ام لا؟ ايضا صورة اخرى رجل سرق مالا وذهب الى الحج هل يصح حج ام لا؟ وايضا الصورة الثالثة رجل جاء في ارض اقتطعها ظلما من اخيه سرقها غصب هذه الارض وقام فصلى عليها. وانا اجيب بهذا المثل لان في رجل صاحب بناية من الشارقة كان في اخ يعني مؤجر عنده سامحوني ان انا اقص هذه القصة هي برضو معنى يعني. فهو اجر الشقة وبيصلي فيها والشهر الاول انكسر عليه الايجار الشهر الثاني الشهر الثالث اعثر مش قادر يدفع له. فقال كل ركعة بتصليها باطلة واستدل بهذا حديث فكان فقيها استدل بهذا حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قال له انت غاصب للشقة فاذا كنت غاصبا للشقة وصليت عليها فصلاتك باطلة. وهذا كلام يعني صراحة له قوة وله وجاهة. هذه صورة. الصورة الرابعة مثلا رجل يحمل خمرا وصلى واستقبل القبلة واتى بكل الشروط ويحمل خمرا وهو يصلي هل صلاته صحيحة ام لا؟ هذه الصور الاربعة كلها الاصل فيه يوافق امر الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة يصلي يركع يأتي بالسجود يقرأ الفاتحة ايضا ساتر لعورته فاصل العبادة اصلها يوافق امر الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ادخل فيها ما يخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم. وايضا كالصلاة في المسجد اللي فيه قبر الصلاة المسجد فيه قبر رجل صلى صلاة مستقبل القبلة لكن المسجد فيه قبر هل يصح ام لا؟ اصل الصلاة يوافق امر الرسول صلى الله عليه وسلم لكن صلاة في مسجد فيه قبر يخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم. اصل الصلاة الذي ستر عورته بالثوب المسروق اصل الصلاة صحيحة لكن الثوب المسروق يخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم. فما الحكم في هذه الصلاة؟ هذا يتعلق بهذا الحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني فهو باطل. الصحيح الراجح دون الدخول لان ده درس عقيدة فلا ندخل في الفقهيات الكثيرة لكن اقول الصحيح الراجح في هذه المسألة ينظر فيها في هذا الادخال او الاخراج او الزيادة او النقصان ينظر فيها هل هذه الزيادة او هذا النقصان في شرط من شروط الصلاة في وصف من اوصاف الصلاة في ركن من اركان الصلاة ام لا؟ فان كان في شيء داخل ماهية العبادة نفسها فالعبادة تكون باطلة وان كان في شيء خارج ماهية العبادة نفسها فلا يكون باطلا. ونجمع بين الحديثين فنقول عمل عملا ليس عليه امرنا فأثم بذلك واتى بعبادة عليها امرنا فصحت والقبول عند الله جل في علاه. فعند التفصيل نقول الان ستر عورته بثوب مسروق ننظر الى ستر العورة. ستر العورة شرط في الصلاة او ركن في الصلاة او هو ليس بشرط في الصلاة ولا ركن في الصلاة؟ ستر العورة هو شرط من شروط الصلاة لابد حتى
يصلي صلاة صحيحة يأتي بكل الشروط والأركان متكاملة، ومن شروط الصلاة هو ستر العورة. الدليل لا نعم، أين الدليل على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة؟ هذا الركن الرخيم من هذا الدين، الصلاة. ونحن طلبة علم ونجلس مجالس العلم ولا نعرف شروط وأركان الصلاة بأدلتها، هذه فجيعة صعبة. هذا ليس صريحا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ليس صريحا في ستر العورة. هو الآن الزينة عنده أن يلبس رداء وسط كده يكون نظيفا مهندبا ويذهب يصلي به، هذه الزينة عنده، والزينة أنه يلبس غطرة فوق كمان. إيش فيه؟ طيب قلت لك الزينة عنده الزينة رداء من غير إزار، وين الدليل على ستر العورة؟ أقول هذا يستدل به فرعا لا أصلا، أريد الدليل الأصلي. طيب هو قال الطواف بالبيت صلاة ونهى أن يطوف أحد بالبيت عريانا، أحسن، هذا يعتبر أصلا استنباطا، لكن ممكن يرد عليك أنه إيش؟ أن الطواف ليس من كل وجه يشبه الصلاة، لكن هو استدلال صحيح وجيد. عورة الرجل من السرة للركبة هذا حديث ضعيف. الله المستعان. نعم أحسن، لا فض فوق، هذا هو الصريح في المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة حائض إلا بخمار حائض، يعني التي بلغت المحيض، مش حائض نزل حيضها، لا لا تصلي بذلك، حائض يعني بلغت المحيض، لا يقول الله صلاتها إلا بخمار، لأنها إيش؟ لأنها عورة فتغطي كل عورتها بهذا الخمار السابغ من الرأس إلى أخمة القدم. أيضا في دليل آخر. نعم أحسن، هو مرفوع، حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء. طيب أحسنت، تقول هذا من باب القياس الجلي، من باب أولى ألا يصلي وليس على عورته شيء. نعم أحسنت، قالت المرأة غطوا عنا استصاحبكم ولو كان مباحا أو الصلاة تصح به، يعني ما أتوه بالثياب الجديدة وما أتمروا بأمرها، وإن كان فيه إشعار فقط، لكن التصريح في حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الغرض المقصود هنا قد ستر العورة، لأن شرط من شروط الصلاة ستر العورة، ستر العورة لكنه ستر العورة بثوب مفروق مغصوب، فهل تصح العبادة أم لا؟ النظر هنا عندنا حديث يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقال العلماء، بعض العلماء، وده قول ابن حزم وقول بعض الحنابلة منهم القاضي أبو يعلى، قال هذه الصلاة ليست على أمر رسول الله، لأنه ستر العورة بشيء ليس على أمر رسول الله، فالصلاة ليست على أمر رسول الله والصلاة باطلة. والصحيح الراجح في ذلك أن ننظر، ستر العورة شرط من شروط الصلاة، ستر العورة ولا ما ستر العورة؟ أتى بالشرط واستقبل القبلة وتطهر وكبر وقرأ الفاتحة وركع وسجد ورفع وأتى بكل الأركان والشروط، فنقول هذه الصلاة بتوفر أركانها وشروطها هي على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السرقة، هذه السرقة ليست على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول قد صلى صلاة على أمر رسول الله بتوفر الأركان والشروط فصحت، وسرق ثوبا ليس له على غير أمر رسول الله فأثم بذلك فصحت الصلاة مع الإثم. هذه يعني هذه القاعدة لو ضبطها طالب العلم لارتاح، بالخلاف بين العلماء، ينظر في مسألة المنهي عنه، هو منهي لذاته؟ منهي لركن فيه؟ منهي لشرط فيه أم لا؟ فإن كان النهي ركن أو ذات ركن الشيء أو شرط في الشيء فالصلاة تبطل أو العبادة كلها تبطل، لأنه كأنه هدم العبادة من أصلها. أما إذا كان المنهي عنه في شيء خارج عن الأركان والشروط يبقى يأثم لكن عبادته صحيحة. تعرف هذا كيف؟ تنظر في النهي، هل النهي مختص بالصلاة أو خارج الصلاة وداخل الصلاة النهي موجود؟ يعني تقول السرقة، هل السرقة حرام من أجل الصلاة ولا السرقة خارج الصلاة وداخل الصلاة حرام؟ أجيبه، يعني رجل بعدما صلى ذهب قال الصلاة تمنعني من الحرام، يذهب يسرق خارج الصلاة، تصح السرقة ولا ما تصح؟ ما تصح، حرام، يعني السرقة خارج الصلاة لا تصح. فإذا نظرت إلى المنهي عنها لا يتصل بالصلاة بل هو خارج الصلاة منهي عنه، وإن كان داخل الصلاة يكون أقوى في النهي، إن كان خارج العبادة منهي عنه فنقول النهي لا يكون لذات الشيء ولا لوصف ملازم للشيء، يعني لا النهي عن ركن ولا النهي عن شرط من شروط العبادة، فتصح العبادة متكاملة بالأركان والشروط، ويأثم بمخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سرق على غير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم ولا لا؟ مفهوم واضح؟ لا، بالمثل الثاني يتضح أيضا. قلنا من المثل الثاني ضبط الكتاب، اترك الحج خليه في الأخير. صلى على أرض مغصوبة، رجل سرق الشقة هذه
ولا أخذها وبدد ما أعطى الإيجار وهو يصلي كل يوم. إذا صلى على أرض مغصوبة هل تصح ولا لا؟ اضبط المسألة واترك الخلاف بين الفقهاء. اضبط المسألة. قول سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الآن هذه الصلاة عمل من الأعمال. انظر في الصلاة كيف تكون على أمر رسول الله. كيف تكون على أمر رسول الله؟ أجيبه. تتوفر شروطها التي شرطها رسول الله وتتوفر أيضا الأركان التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فننظر في الرجل صلى واستقبل القبلة وتطهر وقرأ الفاتحة وركع وسجد وأتى بالشروط والأركان أم لا؟ فإن أتى بكل الشروط والأركان فقد أتى بهذه العبادة على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحت بذلك. وأما الأرض المغصوبة هذه النهي عن الأرض المغصوبة صلاة الأرض المغصوبة. الأرض المغصوبة تحرم داخل الصلاة وخارج الصلاة. فإن كانت تحرم داخل الصلاة وخارج الصلاة فالنهي ليس مختصا بإيش؟ بالصلاة. فنقول قد أتى بعبادة عليها أمرنا بتوفر الأركان والشروط وأيضا سرقة ليست عليها أمرنا فآثم بذلك وصحت عبادته. فهمتم ولا لا؟ فهمتم؟ الحمد لله. أيضا رجل سرق مالا وذهب إلى الحج فحج جاء في الميقات فلبى لبيك اللهم بحج أو قال لبيك بعمرة متمتعا بها إلى حج ولبس الإحرام وطاف بالبيت وبالصفا والمروة وحلق أو قصر ثم بعد ذلك في اليوم الثامن أهل بالحج وذهب ووقف بات بمنى ووقف بعرفة وبات بمزدلفة اللهم ارزقنا الحج جميعا يا رب العالمين وأدى كل مناسك الحج فما حكم حجه؟ هنا نقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طبقوها هنا حتى تكون الحجة لكم عليه إن كانت. طبقوها. احنا قلنا الآن هننظر في الحديث فننظر في العبادة. العبادة كيف تقبل؟ أجيبه كيف تقبل على نص الحديث. كيف تقبل العبادة؟ أن تكون على أمر أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تكون على ضوء شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ننظر في الحج كيف يكون على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها طيب الآن نقول هو أتى بالشروط والأركان ولا ما أتى بالشروط والأركان؟ هذا محل النزاع. والله الاستطاعة شرط. والله الاستطاعة شرط. فعشان كده أنا أقول انظروا رجل سرق مالا وحج بهذا المال المسروق حج صحيح أم لا؟ هتنظر في العبادة هل تمت شروطها وأركانها أم لا؟ هذا هو النظر. أنا أقول المال الحلال أو الاستطاعة شرط من شروط الحج غير شروط الحج. والله والذي نبت بيدي شرط من شروط الحج. لا مش حتى لو شروطها أنت ليك مخرج واحد تستطيع أن تأتي به عشان أنزع عرايك ألقنك إياه حتى ترتاح بالا ويرتاح اليمني معك. خلاص أريحك أكثر كمان. أقول الشروط شروط أداء وشروط وجوب والمال الحلال شروط وجوب ليس شروط أداء. خلاص وترجح كفتكم على كفتي في هذا. وإن كنت في صدري حرج من مسألة صحة حج الذي يحج بالمال الحلال. الاستطاعة شرط. الاستطاعة شرط لكنها شرط وجوب وليست شرط أداء. والعبادة بكلياتها متى لا تنزل تحت محظور قول سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا شروط الأداء وليس شروط الوجوب. فإذا توفرت شروط الأداء الاستطاعة شروط وجوب. يعني حتى يسأل أمام ربه لما لم يحج إن كان الاستطاعة عنده ولم يحج ده شروط وجوب. لكن لو واحد حمله على حمارة وذهب للحج له أن يؤدي الحج ولا ليس له أن يؤدي الحج؟ له أن يؤدي الحج. واحد سرق سيارة من غير ما يعرف والثاني أيضا ركب معه السيارة وذهب إلى الحج بالسيارة المسروقة يؤدي شروط الحج وأركانه ولا ما يؤدي؟ يؤدي. فشروط الوجوب غير شروط الأداء. فالاستطاعة شرط وجوب وليست شرط أداء. والعبادة ميزان صحتها وبطلانها في شروط الأداء لا شروط الوجوب. فإذا توفرت شروط الأداء فمين؟ الآن شروط الوجوب يعني متى أسألك إذا وقفت أمام ربك في عرصات يوم القيامة قال لك لم تحج فحسابك عسير لأنك تركت ركنا من أركان الحج. متى تسأل؟ إذا كنت مستطيعا. طب إن لم تكن مستطيعا لا تسأل. هذا معنى شروط الوجوب. فشروط الوجوب قالها الله جل في علاه في كتابه عندما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع. فكل رجل مش مستطيع لا يسأل عن الحج. لكن من الله عليه وجد نفسه ونام جه الشيطان ولا الجن أخذ وصل به العرفة فوقف يؤدي ولا ما يؤدي؟ يؤدي. يبقى شروط الوجوب هو التي يسأل عنها يوم القيامة لما لم يفعل
إن كانت توفرت عنده. أما شروط الأداء هو أن يحرم من الميقات، هو أن يبيت مثلا في المزدلفة، مفهوم؟ هذه شروط أداء وليست شروط وجوب، فهمتم؟ طيب، فالصحيح أن ده شرط وجوب وليس شرط أداء، وصحة العبادة وبطلانها في شرط الأداء. إذا عبدت أنا ما أقول بذلك، اتركوني. يعني تأصيلا علميا هي لكم صراحة، تأصيلا علميا طالما أدى الشروط والأركان تصح، لكن تقبل لا، هذه بعيدة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث الضعيف الذي قال يقال له مالك حرام وزادك حرام ارجع مأجور غير مأجور أو حجك غير مبرور. فصحة طالما أدى الشروط والأركان هي لكم تأصيلا، وأنا لا أقول بذلك، اتركوني مع قولي. طبعا هذه القاعدة لها ضوابط، لأن هي أصلها خارجة من هذا الحديث، وهو ما بني على فاسد. هو بني على فاسد إيش؟ هو الوسيلة إلى هذا البناء كانت فاسدة، لكن البناء الأصلي من صحيح، يعني بناء على شروط أداء وأركان أداء صحيح. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه القاعدة خطأ أن تقولها في هذا الباب. هذا الباب معناه وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، القاعدة هنا اللي تطبق. كرجل ما عنده مال للزكاة، فنقول الزكاة لابد أن تخرج 41% من المال اللي معاك، لابد أن تخرج 2.5%، فرجع مال كل يوم. رجل يقول له من لم يخرج الزكاة فله عقابه كذا وكذا، فقال يا ربي أنا ما أخرج الزكاة وما عندي، لابد أن أسرق مال عشان نؤدي يبلغ للنصاب وأدي الزكاة فلا أقع في هذا. فنحن نقول له لا، لست بملزما أن تعمل لتأتي بمال ويبلغ النصاب وتخرج الزكاة، لا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، مفهوم؟ فنحن نقول له ما لا يتم الوجوب عليك في الحج ليس عليك بواجب، إلا به فليس عليك بواجب. لكن نقول إذا بلغ إلى البيت وأحرم من الميقات وأدى بالشروط والأركان فهكذا قد قام بالعبادة صحيحة، ونزلت في ضوء قول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا هو على أمرنا فهو مقبول، أو نقول فهو صحيح وغير مردود، مفهوم ولا لا؟ طيب، يبقى لنا حتى لا نطيل، لأن الأمثلة دي أمثلة كلها يجعلوها في الرأس، لأن احنا ندخل في العقد الثاني وهي العقود الأعمال القسم الثاني، وهو مهم بل أهم من الأول. الأعمال القسم الثاني أعمال، يبقى عبادات وأعمال، أما الأعمال فهي عقود، وهذه العقود أيضا على ثلاثة أقسام: عقد فيه حق الله محض، حق لله محض، وقسم فيه حق للعباد محض، تمحيد ممحضة، وعقد فيه حق لله وحق للعبد. إذن أيضا الأعمال أقسام ثلاثة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني من عقد عقدا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو باطل مردود، نقول ليس على إطلاق، لأن العقود على ثلاثة: عقد فيه محض حق المال التي ولاه، عقد فيه حق محض حق العبد، عقد فيه المشاركة حق الله وحق العبد. الصور تبين عقد فيه حق الله محض، كبيع الأعيان المحرمة، كالأعيان النجس، كالخمر والأصنام والكلب ومهر البغي، هذا عقد على أعيان منع عنها لدفع، ده فيه حق الله محض. هذه العقود كلها باطلة، لابد تدخل في ضوء قول الإنسان من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني من عقد عقدا ليس عليه أمرنا لا يترتب عليه الأثار الشرعية فهو باطل فهو مردود. فمن باع خمرا فبيعه باطل والعقد باطل ولا يترتب عليه أثاره، يعني إيش؟ يعني المال يرجع لصاحب الذي اشترى الخمر، لابد يرجع له المال. وأيضا من اشترى كلبا، من اشترى كلبا أو باع كلبا فهذا العقد يقع مفسوخا باطلا وماله حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، بل قال من جاء يشتري منك كلب أو جاء ليبيع الكلب فاملأ كفه بالتراب، فثمن الكلب خبيث. وأيضا مهر البغي، إذا تعاقد رجل مع داعرة أن يضاجعها على مال معين فتعاقد على ذلك المال وأعطاها المال، وحتى لو ضاجعها لا يجوز لها امتلاك هذا المال ولا يرد له، هذا تفصيل في وقت آخر، لكن لا يرد له هذا المال، والعقد يقع باطلا لأن هذا حق الله المحض، هذا حق الله المحض. أيضا أن تنكح المرأة نفسها بغير ولي فهذا النكاح يقع باطلا بالكلية، لما؟ لأن ده حق الله محض، حق الله المحض، القول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، يعني مردود، والحاكم أو ولي الأمر ولي من لا ولي له. فالعقد الأول أو القسم الأول عقد محض حق لله، هذا يقع باطلا إن خالف أمر الله جل في علاه ولا خلاف فيه، هذا بالإجماع، كثمن الخمر كما قلنا ومهر البغي. الثاني محض حق الآدمي، مثال ذلك أن يبع على بيع أخيه، قال إن سلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه، هذه فيها دلالة على أن هذا الحق المنهي عنه حق للضرر الذي وقع على الذي بيع على بيع، هذا حق محض للأدمي. والدليل على ذلك أن في رواية الحديث قال ولا يخطب أحدكم على، وفي الرواية في آخر الرواية قال إلا أن يأذن، فجعل صحة العقد
موكولة إلى إذن الآدمي، فهذا حق محض له، إن أراد أن يسقطه أسقطه وإن أراد أن يقيمه أقامه. لو قال هذا البيع لا يصح، أنت بعت على بيع، نقول له إن لم يرضى فهذا البيع يقع مفسوخا. لما؟ لأنه حق محض الآدمي. لو قال أنا أرضى وتنازلت لك عن هذا فيكون البيع صحيحا. أيضا الخطبة، جاء محمد فخطب هندا، فجاء أحمد بعد خطبة محمد فخطبها، فرضيت بأحمد ورمت زيدا مثلا على طول ذراعها كما يقولون، ما رضيت به، أخذت أحمد لماله الوفير لوسامته لما لأشياء أخرى. فيأتي محمد زيد أو محمد يقول له اتق الله خطبت على خطبتي، فهذا لا يجوز لك وهذه الخطبة لا تقع صحيحة. فيقول لا تقع صحيحة، يقول لا تقع صحيحة إلا إذا رضيت، لأنه ده حق محض له، لأن الإنسان لو قدم بيع عطرات والعقود هذه طالما حق محض للعبد له أن يقول رضيت، فإن قال رضيت فالعقد صحيح. طبعا في تفصيل فقهي بعيد جدا، دخل بها لم يدخل بها، العقد يصح إذا دخل أم لا، هذا لسنا بصدر لأنها في باب الكلام على العقيدة. لكن هنا نقول إن كان حقا محضا للعبد أو للآدمي يرجع صحة العقد أو فساده لإيش؟ لمسألة الرضا. طب يقول الرجل وماذا تفعل بقول سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، باع بيعا على بيع أخيه، خطب على خطبة أخيه، هذه ليس عليه أمرنا. ها لا، نقول هي ليس عليها أمرنا إلا أن يرضى، فإن رضي فهي عليها أمرنا. ما الدليل؟ إلا أن يأذن، لأن السلام قال إلا أن يأذن، فإن أذن فهو عليه أمرنا، فإن لم يأذن فليس عليه أمرنا. يبقى إذن العقد الثاني أو المعاملة الثانية حق محض للآدمي، المعاملة الثالثة حق لله وللآدمي. مثال ذلك الصلاة في الحج، وأيضا البيع وقت نداء الجمعة، وطبعا ينجر وينسحب الحكم على كل أوقات الصلوات، يعني وقت العشاء وقت المغرب الأذان يبيع في هذا الوقت، وقت ما تقام الصلاة يبيع، هل البيع صحيح أم لا؟ الثالث أو الصورة الثالثة مثلا، ما حدثوا بقينا مثلا الصورة الثالثة سرقة، السرقة لا، لأن فيها حق لله، يعني لو عفى عنه المسروق الذي سرق منه تقطع يده أيضا لأن فيها حق لله. نعم أحسنت، هي مشترك صح السرقة، لكنها مشتركة من وجه واحد، مشتركة حتى تصل إلى الوالي، إن لم تصل إلى الوالي فهي مشتركة، فاهمين؟ لأنها لو وصلت للوالي أصبحت محضا لله جل في علاه، ولا بد من قطع اليد، لأن السلام قال هل ذلك كان قبل أن تأتيني، يعني قبل أن تأتيني وتقول إنه سرق منك هذا الرداء كنت ممكن تعفو عنه فيقع العفو، لكن طالما وصلت الحدود إلى الوالي فلا بد أن يقيم هذه الحدود. نعم هذا حق مشترك، إذا الحق المشترك في خلاف عريض بين العلماء، وصراحة هي القرائن المحتفة هي التي ترجح، كالصلاة في المسجد الذي فيه قبر، في حق لله الذي في علاه، نقول هل هذا الحق متمحض أم لا، والنهي يكون لذات الشيء أم لا. أترك الصلاة في المسجد فيه قبر حتى ندخل في المعاملات الأول، لأن دي عبادات تعتبر. نقول البيع وقت النداء، رجل عند صلاة الجمعة والمؤذن يؤذن قام فباع أشرطة أو باع كتبا أو كان يفتح المحل ليبيع الطعام مثلا، هل البيع هذا يقع صحيحا أم لا؟ تترتب عليه الآثار الشرعية أم لا؟ هنا عندنا نهي، والنهي ورد من قول الله وقول النبي، ما هو الدليل على النهي؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا، اتركوا يحرم عليكم وذروا البيع. فهنا الدليل على أن البيع وقت نداء الجمعة لا يجوز، باع بيعا وقت نداء الجمعة هل يصح ولا لا؟ هنا العلماء اختلفت أنظارهم، هل هو حق لله محض؟ هل هو حق للعبد محض؟ هل هو مشترك أم ماذا؟ فبعضهم يقول النهي هنا من أجل الصلاة فالبيع لا يقع صحيحا، بل يأثم والبيع باطلا ولابد أن يتراد ولا يصح البيع، لأن النهي هنا نهي عن ذات البيع. وبعضهم وهذا الراجع الصحيح يقول لا، هنا فيه حقان، هذا البيع توفرت فيه الشروط وتوفرت فيه الأركان، بيع عن طراد وراء السلعة وتحدد الثمن وقبض في نفس المجلس وتوفرت الشروط والأركان، فيصح البيع ويأثم بمخالفته أمر الله جل في علاه ألا يبيع في مثل هذا الوقت. وهذا الراجح صحيح، هذا الراجح صحيح للقرائن المحتفة بأن النهي هنا من أجل ذكر الله جل في علاه أو من أجل سماع الخطبة، ونحن نقول ليس من الوجوب أن يسمع الخطبة، ولا من الوجوب؟ ليس واجبا أن يسمع الخطبة، ليس واجبا، هذا من الاستحباب، هذا الراجح الصحيح، ليس واجبا بل هو مستحب، فمن أجل هذه الذريعة حتى لا يفرط الناس بسماع الخطبة أو ذكر الله جل في علاه لابد أن ألا يبيع، فإن باع فقد أثم بمخالفة الأمر ووقع البيع صحيحا لأنه توفرت فيه الشروط وتوفرت فيه الأركان، مفهوم؟ لو قلنا على العبادة أيضا صلاة في المسجد الذي فيه قبر، نظر بعض العلماء فقال إذا صلى في مسجد فيه قبر فالنهي عن ذات الصلاة
فتبطل صلاته. فمن دخل فصلى العصر في مسجد فيه قبر فعليه أن يعيد الصلاة، وهذا قول جمهرة من أهل العلم المحققين، والجمهور يرون الصلاة صحيحة ويأثم. وأنا كنت إلى اليوم أرجح قول الجمهور، مع أني أرى أن القول الثاني فيه قوة، إلا أنه يوقفني عن ترجيح القول الثاني أن الصلاة في المسجد النبوي بالاتفاق وبالإجماع صلاة صحيحة، لا سيما وأن العلة في النهي عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر هو الخوف من ذريعة الشرك. المرء يأمن ذلك في المسجد النبوي، بل ويأمنه بعض الناس الذين يصلون في المسجد الذي فيه قبر إن كان توحيده توحيدا سليما. فنحن نقول يعني في المسألة ضيقة جدا، لكن ما زلت على قول الجمهور الصلاة صحيحة ويأثم صاحبه. إذن المعاملة الثالثة أو العقد الثالث عقد فيه اشتراك، هذا تنظر في الذي فيه اشتراك، هل الأقوى حق الله أو الأقوى الله جل وعلا بيّن أن حق العبد هو الأقوى، فبالقرائن المختفة لك أن تقول تبطل ولك أن تقول لا تبطل، فالقرائن المختفة هي التي توضح لك هذه المسألة. هذا الذي يتعلق بهذا الحديث، وإذا تكلمنا عنه فقهيا ما انتهينا، لأن هذا الحديث قلنا هو نصف الدين، وآتى به المصنف ليبين أن من أحدث وابتدع في دين الله ما ليس منه بل ولو كان منه فإنه باطل مردود ويستحق صاحبه الهلاك. يبقى الفوائد المستنبطة من الحديثين، الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الأخرى أماط الهلاك بعدم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تؤخذ من قولي من كانت فطرته إلى سنته فقد نجا، ومن كانت فطرته إلى غير ذلك يعني إلى غير سنته فقد هلك. فأناط النجاة بالتمسك بالسنة، وبالمفهوم أناط الهلكة بالبعد عن السنة. الفائدة الثانية أن من صيغ العموم من الأسماء المبهمة، هذه تأخذ من قول سلم من عمل عمل أي أحد صغيرا كبيرا عاقلا فقيها جاهلا عالما، من عمل عملا ليس عليه من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد يعني فهو باطل. الفائدة الأخيرة والثالثة، ليس كل مفهوم معتبر، ليس كل مفهوم معتبر، وهذا قد وضحناه قبل ذلك في بعض الأحاديث. أقول قولي هذا أستغفر الله لي. نعم. طبعاً بعض من قال بالمفهوم هو مفهوم من أحدث في ديننا ما هو منه فهو مقبول، استدل وعضت قوله بقول سلم من سن سنة حسنة في الإسلام فله إيش أجرها، من سن سنة حسنة فنحن نرد عليه من وجهين، من وجه أثري ومن وجه نظري. أما من وجه الأثري نقاعد القاعدة التي قاعدها البخاري، أفضل ما يفسر فيه كلام به كلام النبي، كلام النبي أفضل ما يفسر به الحديث فهو الحديث. هذا الحديث جاء من رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وبسند صحيح قال من أحيا سنة من سنتي فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهنا من سنة تكون معناها من أحيا يعني ما ابتدعش، لا سنة ماتت هجروها الناس كالعمامة السوداء، وقد اعتم أكثر من أخ كريم هنا في المجلس بعدما بينا أن هذه السنة مهجورة اعتم بعمامة سوداء يستند سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عند من يقول بأنها إيش ائتساء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فتنقلب بالنيات العادات إلى عبادات. الغرض المقصود قول صلى الله عليه وسلم من سنة معناه من الحديث الآخر من أحيا سنة من سنته. ومن النظر نقول من سنة سنة، السياق والسباق من المفسرات ومن المقيدات، لا يطلق على إطلاقه سباق ولحاق الحديث وسياق الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مهتما مغتما لما رأى الفقر على أصحابه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوه متقلدي النمار ومعهم السيوف ورأى الفقر في أعينهم وفي أجسادهم اغتم غما شديدا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فقال جاء رجل بصاع بره بصاع تمره يستحس الناس على إيش والفقراء في المجلس وما أحد تصدق عليهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يستحس الناس ألا تتصدقوا، واستدق ما كانت معهودة قبل ذلك، يعني ما كانتش معهودة صحيح أجيبه الصدقة معهودة ولا غير معهودة، معهودة، وأنزل الله الزكاة وأنزل الله آمرا إياهم أن يحثهم على الصدقة، فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقام رجل فأتى بسرة مال أو بسرة طعام فوضعها أمام النبي، فلما رأى الناس أن هذا الرجل الفقير يأتي بطعام بيته ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق به على هؤلاء الفقراء قالوا هذا يسارع بالخيرات لما لا ننافسه، وفي ذلك فلا تنافس المتنافسون، فكل منهم أخذ بصاع بره بصاع تمره بدرهمه بديناره يتصدق ويضع المال أمام رأس السنة، فبقي المال كالجبال أمام رأس السنة، فسرت أسارير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر السرور على وجهه مما رأى هذه الأموال الطائلة التي جاءت صدقة على الفقراء، فلما سر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بهذا المال قال للرجل الأول الذي تصدق أولا الذي صارع في الخيرات الذي تسابق وأتى بالصدقة الغير معلومة أولا صح؟
المعلومة معهودة أولا. قال من سن سنة حسنة، يعني من سارع في هذه السنة، من أظهر هذه السنة، من أظهر هذه الصدقة التي ماتت بينكم والفقراء بينكم، من أظهر هذه الصدقة، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. يعني لما وضع المال أمام الرسول وجاء الناس يضعون المال أمام الرسول، أخذ هو أجر هؤلاء الذين اقتدوا واتتوا به بعدما أحيا هذه السنة. فنقول هذا السياق يبين لنا أن قول سلم من سن سنة، يعني من أحيا هذه السنة، من فعل هذا الفعل الذي أمرتكم به وأتسوا به الناس له أجر ما فعل، وللذين فعلوا مثل ما فعل وأتسوا به لهم نفس الأجر. فمن النظر السياق يبين لنا أن هذا الحديث جاء ليس استنان سنة جديدة، بل جاء إحياء لسنة معينة وهي الصدقة على الفقراء. مفهوم؟ يبقى من الأثر الحديث من أحيا سنة. ومن النظر أن سياق الحديث، كل الحديث سياقه في رجل كان او رجال كانوا من الفقراء من الفقر بمكان، وما تصدق عليهم احد، فلما استحس ان سلم الناس على الصدقه قام رجل واخذ المال الذي بيده ووضعه امام الناس، فوضع الناس اموالهم امام النبي كما فعل الرجل، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن سنه حسنه، يعني من احيا هذه السنه فله اجرها واجر من عمل بها. مفهوم؟ اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.